اهلا بيكم يا جماعه في سلسله الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه، والنهارده ان شاء الله هيبدا كلامنا عن الجبهات المسانده. واول دوله هنتكلم عنها هي لبنان، وبالتحديد حزب الله. وهيبدا كلامنا ان في يوم 8 اكتوبر اطلق حزب الله عدد كبير جدا من القذائف والصواريخ الموجهه على مواقع بتحتلها اسرائيل او بيحتلها الكيان الصهيوني في مزارع شبعه، وده كان بالتزامن مع عمليه طوفان الاقصى. اما بالنسبه للكيان الصهيوني فهو رد من خلال ضربات بالطائرات بدون طيار وبعض القذائف المدفعيه على بعض المواقع اللي بيسيطر عليها حزب الله في هضبه الجولان وفي لبنان. والهجمات دي جت بعد ان اعرب حزب الله عن دعمه ومساندته للهجمات اللي قامت بيها حركة حماس في عملية طوفان الاقصى. ودلوقتي هنتكلم عن الاحداث اللي حصلت بين حزب الله وبين الجيش الاسرائيلي. واول حاجة حصلت كانت في يوم 7 تشرين الاول او 7 اكتوبر، واللي حصل ان بعد هجمات طوفان الاقصى اعرب حزب الله عن دعمه ومساندته لحركة حماس، فده ادى ان الجيش الاسرائيلي قصف الخيمة اللي كانت نصبتها قوات حزب الله في مزارع شبعة في لبنان. وفي يوم 8 تشرين الاول وفي الصباح الباكر قام حزب الله بتوجيه عدد من القذائف والصواريخ الموجهة على الجيش الاسرائيلي في مزارع شبعة وفي مناطق تانية بيستولي عليها الجيش الاسرائيلي. ونتيجة للهجمات دي قام جيش الكيان الصهيوني بعمل ضربات جوية وقصف مدفعي على بعض المناطق او على بعض مصادر القذائف اللي اطلقها حزب الله، وده طبعا تسبب في عدد من الاصابات منهم طفلين لبنانيين. وفي يوم 9 تشرين الاول او 9 اكتوبر قام جيش الكيان الصهيوني بقصف عدة مواقع او قصف عدد من المدن في منطقة قضاء بنت شبيل. والقصف ده كان نتيجة ان في بعض المقاتلين من حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية تسللوا عبر الحدود الاسرائيلية واشتبكوا مع عدد كبير جدا من قوات الاحتلال المتواجدة في المكان ده. وبعد العملية دي اعلنت حركة سرايا القدس ان في 4 مقاتلين او 4 مجاهدين من قواتها تم استشهادهم في العملية دي. وبعديها على طول اعلن حزب الله عن استشهاد 3 مقاتلين نتيجة القصف الاسرائيلي. وبعد كده قام حزب الله باطلاق عدد كبير جدا من الصواريخ وبعض القذائف المدفعية على سكنة برانيت وسكنة افافين. وخلال الاشتباكات دي قدر حزب الله ان هو يتخلص من جنديين اسرائيليين، وفي نفس الوقت يتخلص برضو من المقدم عليم عبد الله نائب قائد اللواء 300 الاسرائيلي، واللي اصيب او تم قتله نتيجة الاشتباكات اللي كانت على الحدود بين حزب الله وبين الجيش الاسرائيلي. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه اكمل كلامي معاكم عن الحرب الفلسطينيه الاسرائيليه لسنه 2023، وهتلاقوا كل الكاب بتاعتي تحت في الديسكربشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.